تشير لموضوع عذاب القبر، فتأتي الأحاديث. إيش القبر على فكرة؟ إيش القبر؟ أرى إنه القبر هو مستقر. مستقر إيش؟ مستقر الأرواح ومستقر الأجساد. واضح إنه مستقر أرواح المؤمنين والشهداء مش في مكان استقرار أجسادهم في الأحاديث، صحيح ولا لا؟ الشهداء مش في قبر، بس إذا أرواح المؤمنين عالقة في شجر وتسيح، ولكن لا تسرح، لأن التسريح فيه في انفصال عن التعلق، انفصال عن التعلق لما بسرح، ماشي؟ فبالتالي في معناته المستقر هو القبر. وسبق إذا بتذكروا جيد إنه نذكر، أماته فأقبره. قلنا أقبره شو معناته؟ شو معناها؟ يعني جعل من كرامته أن يشرع له القبر. لأنه بعض الناس قد يفهم خطأ ويقول طب في بعض الناس ما منقبروش. لا، شو معنات إذن أماته فقبره؟ لا، أماته فأقبره. إيش يعني أقبره؟ جعل من كرامته في الدين إنه يقبر. لذلك بتلاحظوا أنتوا الأديان اللي بسموها سماوية، اليهودية والنصرانية والمسلمين، كلهم إيش؟ بقبروا، لأنه هذا أمر رباني، شرع أن يقبر الإنسان كرامة له، شرع أن يقبر. بجوز ناس بروحوا على فكرة بيخافوا من موضوع القبر أو لأسباب كثيرة، بجوز زي الهنود وغيره، والهندوس بيعملوا إيش؟ بيحرقوه. لكن إحنا الآن في أسرار لموضوع القبر مندريهاش. الدين بيقول اقبروه، بيقول لنا اقبروه أنتم. طيب قلنا القبر قبرين، قبر يعني مستقر جسد ومستقر إيش؟ الروح، مستقر الروح. طيب مستقر الجسد لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اللي هو يعني حسن وقريب من الصحيح كمان، إن الميت اللحظة يسمع قرع أو خفقة نعالهم إذا ولوا منصرفين. الميت بيسمع، بس كيف الآن الميت بيسمع؟ بما أنه إحنا منعرفش الروح كيف بيسمع لك، ويبدو أنه بيكون في البدايات في تعلق بمكان الجسد أو بمكان جزء ما من الجسد في تعلق. كيف اليوم مثلا أنت تضرب اليوم تلفون لأمريكا مثلا، أي إشي بتتحدث فيه أنت هون بيكون هم بيسمعوه غاد، أي إشي بيحكوه غاد بتسمعوه أنت هون، طالما في إيش؟ اتصال إلكتروني، هذا الاتصال اللي هو ذبذبات متصلة، بس ذبذبات متصلة بتسمع. طب هو لما بيسمع قرع نعالهم، هل معنى هذا انه في مراحل بيكون موجود في المنطقة، ولا اصلا مش بالضرورة حتى وهو موجود على بعد ملايين الكيلومترات ايش بيمنع؟ يعني ممكن بكرة الرحالة هذول بروحوا على القمر، ما هو احنا نراقب فيهم اي حركة اي سكنة اي صوت بنسمعه وهو على القمر، مش قضية. المهم في تعلق. اذا احنا اليوم في قضية بحوثنا العلمية والالكترونيات والتفاصيل هاي كلها، صرنا يعني هاي مسألة انه يكون حاضر في المنطقة. ممكن انا اكون في امريكا وحاضر هون في الدار عندي، ارى واسمع كل شيء، او بسمع وما براش حسب شو موجود. بشكل اذا الميت يسمع خفق نعالهم اذا ولوا ايش؟ منصرفين. والعجيب انه ما ذكرت الآية موضوع انه يرى، قصدي عفوا الحديث ما ذكر انه يرى، شو قال؟ يسمع. مين اللي يسمع؟ لا برد اركز، لانه في ناس بيسألوا انه موضوع عذاب القبر او نعيمه جسدي ولا روحي. انا شخصيا بقول ما في داعي لهالكلام. اولا هذا شيء غيبي. طب شو يعني اللي ما في داعي؟ لانه اصلا فيش اشي اسمه تنعم مادي، وفيش اشي اسمه الم مادي.
وهذا اللي قلناه في المرة الماضية. مين اللي يتألم؟ مش الجسد اللي يتألم الآن مش الجسد اللي يتألم ولا الجسد اللي يتنعم. الجسد ما بي... الجسد فيش عنده إدراك أصلا. القوة المدركة هي اللي بتتألم. أو كيف الآن تتألم وبتتألم؟ القوة المدركة هي اللي هي كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن فيش، أنا ما أؤمن إطلاقا أنه في شيء اسمه جسدي، لا في الدنيا ولا في غيرها. أما البعث يوم القيامة يكون بالأجساد والأرواح، نعم واضح هذا في الأحاديث الشريفة والآيات الواضحة واضحة بشكل. ليش؟ يبدو أنه الروح حتى تتنعم في العالم المادي اللي من حولها بدها إيش؟ واسطة مادية، بدها واسطة مادية. هذه الواسطة المادية اللي هي الجسد، اللي هي الجسد اللي الله خلقه. ولكن هل بيعني هذا الكلام انه لو خرجت الروح من الجسد مدركة هي بس غير متصلة الان بأجساد؟ الشهيد متصل، الشهيد متصل بجسد اذا شهيد. طبعا احنا بكون في ظاهره شهيد بالنسبة لنا والله اعلم، بس احنا بنحكم على الظاهر. احنا مطلوب منا الحكم ايش؟ على الظواهر، ولكن البواطن مرات مش غير هيك. زي واحد يبقى جاسوس وبتجسس على هالشباب وراح فيها مع 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 الشباب بيسموه شهيد لانهم مش عارفينه، بس الله بيعلم مش هيك؟ احنا بنقول شهيد وهو مش شهيد، تمام. وممكن واحد كمان نظنه مش شهيد وهو شهيد، تمام، لانه هذه قضية علمها عند الله سبحانه وتعالى، هو المطلع على القلوب وهو بتقبل او بتقبلش. الشهادة انواع، غريب لا بنحكي احنا كلامنا الان. الشهيد الحي هو شهيد المعركة، مش الشهيد اللي ذاك. طيب.